احنا اليوم سوف نرد بقوة على ما يروج وما يقال، هل هنالك إمكانية حوار؟ فنذكر ونقول أن الأزمة السياسية قد انتهت يوم 25 جويلية 2021، وقد تأكد ذلك بتأسيس مجلس النواب المنتخب. وبالتالي من يعتقد أن هنالك حوار سياسي فهو مريض نفسانيا، ووجب عليه أن يراجع الطبيب. ومن لديه اقتراح إصلاحي وطني اقتصادي فهناك لجان مشكلة داخل قبة مجلس النواب، فليتقدم بمشروعه وبمقترحه الوطني لتلك اللجان، فإن كانت به جدوى فمرحبا به وبمبادرته، وإن كان غير ذي جدوى فإما أن يلزم الصمت قبل أن يضعه في الصندوق، أو فليذهب ويبحث عن لعب وعبث جديد. الشعب التونسي فد من البوليتيك الفارغ، فد من السياسة الفضفاضة، 10 سنوات من الإرهاب في حقه اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وعلى جميع الأصعدة. شعب التونسي فد وقال في 25 جويلية: نريد كرامة وعيشا كريم ولن نعود إلى الوراء. إذن الاتحاد الشغل الذي حاد عن دوره النقابي وأصبح شماعة سياسية، فتارة يقول أن مسار 25 جويلية يترنح، وتارة يقول اتركوه فسوف يسقط وحده، وتارة يقول أن الصندوق النقد الدولي سوف يسقطه عندما لا يدعمه بالمال، وقد احتكروا السلع وجوعوا الشعب وحثوه إلى الخروج من أجل الركوب عليه كما ركبوا عليه في 2011. أرادوا أن يجوعوه ليركبوا على حريته ويدلس حرية وحسن تعبيره، فيقول لقائد المسار قيس سعيد: أيها الدكتاتور، أيها الفاشل الذي جوعت وفعلت وفعلت، ويعلقون عليه جميع شماعات فشلهم ثم يلقون به جانبا. لكن هيهات، نحن كمسار 25 جويلية وكشعب 25 جويلية دائما وراء قائد المسار، فنحن لا نعبد أشخاص بل نساند أفكار. والسيد الأستاذ قيس سعيد كان شريفا في أفكاره، محافظا على مبادئه ووعوده الذي أوفى بها، لذلك أولى لنا أن نسانده فكرا وشخصا. الأستاذ المحامي أحمد الركروكي عن مسار 25 جويلية رئيس اللجنة القانونية في هذا المسار، طبعا عدة أحزاب ومسارات وهيئات ولجان وما إلى ذلك منذ الثورة التونسية المباركة حتى الساعة، لكن كلها تقريبا باش ما نعموش كلها رفعت الشعارات الكلاب، فما الكلام موجود، شعارات كبيرة وانتقادات كبيرة، لكن يغيب الفعل وتغيب الملفات. في مسار 25 جويلية حقيقة مبدئيا، وهذا ليس حكم، قاعدين تكشفوا في بعض الملفات وتجيبوا في مقترحات مهمة، وتتحدثون أيضا عن نقاط حساسة ومهمة. إن شاء الله نمر فيما بعد. اليوم أنتم قاعدين تحطوا في الإصبع على بيت الداء في هذا البلد المريض حقيقة. إن شاء الله نمر بعد للفعل. تحدثت على ملفات حارقة، بديت لي ساعة وضح لي فيما يخص الحوار أو مبادرات الحوار، وأكدت أنه لا مجال للحوار مع الفاسدين. حدثنا في النقطة هذه. أولا شكرا على الاستضافة. بالنسبة للموضوع الذي يطرحه الاتحاد وما جاوره عن إمكانية وجود حوار أو مبادرة للحوار، فنجيبه كقياديين في مسار 25 جويلية الحزام السياسي لسيادة الرئيس والداعم الرسمي لهذا المسار الوطني، أنه لا وجود لحوار بعد تشكل مجلس النواب، فقد خسرنا من الأموال ومن الوقت ما يكفي. لذلك
مرحبا بالمقترحات الوطنية. فأزمتنا ليست أزمة سياسية بل أزمة اقتصادية. أما ما يسمى بالأزمة الاجتماعية فنحن نقول لهم أنه لا توجد أزمة اجتماعية بل هي آثار لأزمة اقتصادية. ومع ذلك فمرحبا في جميع الأشياء المتعلقة بهذه الأزمة إن صح التعبير. في محاولتكم لتشخيص الواقع المريض اقتصاديا تقدمت أنت منذ قليل في هذه الندوة الصحفية بمقترح جمع الماء بالشمس وتفجير الحياة بالجنوب، شو تقصد؟ هو مقترح قديم جديد. احنا عندنا تجربة ملاصقة في دولة الجزائر وهي واد سوف، ونجحت فيها الحياة الفلاحية نجاحا باهرا، فأصبحت تغطي حاجيات دولة الجزائر في أكثر من 70%. ونحن نعلم علم اليقين، وهذه دراسات جيولوجية، أن عندنا مائدة مائية كبيرة وكبيرة جدا في الجنوب. وكذلك نظرا لأن الطاقة الشمسية كما سبق وقلنا عندنا 365 نهار ما بين فيهم 360 يوم شمس، فما علينا إلا مزج الشمس بالماء فتنفجر آليا الحياة الفلاحية ويدور العجل الاقتصادية في الجنوب. وبالتالي نحن لسنا في حاجة إلى استيراد حتى القمح، لأن المناخ في الجنوب يمكن أن يعطينا منتوجا هائلا من الحبوب نظرا لخصبة أرضه، وذلك في الشتاء، فنصبح نجمع القمح في الشتاء في الجنوب ونجمعه كذلك مرة ثانية في الشمال. أستاذ لو تبسط لنا ما معنى مزج الماء بالشمس لتفجير الحياة باش اللي تفرجوا فينا يفهمونا. واضح، نحن نعلم أنه جلب الماء من عمق الأراضي يتطلب طاقة، والطاقة الشمسية سوف تلعب هذا الدور، معناتها عوضا ان نستند الى طاقة الكهرباء المكلفة نجم نعمل دي بانو نتاع شمس، فهمت ولا؟ وقتها نستخرج بهم المياه الجوفية. ابار معناتها عن طريق الابار، خاطر نعرف الجنوب ما فيش امطار، الجنوب ثم ابار، الابار العميقة هي اللي فيها المياه، وبالاستعانة بطاقة الشمس نجمع الشمس بالماء، وبالتالي تنفجر الحياة. نعرف أنه وخلقنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي بخروج الماء إلى ظاهر الأرض سوف تنفجر الحياة وتصبح القاعدة الجنوبية قاعدة خصبة كما نعرفه، لأن فيها من الفوسفات وفيها من المعادن، أرض خصبة على الأخر، وأنا ولد المنطقة وأعي جيدا خصوبة الأراضي اللي فيها. ايضا انتقدت بشدة لجنة تحليل الماء كما سميتها، الماء العام كما سميتها انت، وقلت احنا في 2023 ما زلنا نحكيه على حلال وحرام في الاقتصاد، فسر لنا النقطة هذه، مع العلم انك طالبت بإلغاء هذه اللجنة وتعويضها بلجنة اخرى تخدم المصالح الوطنية. هذه لجنة التحليل المالية أشرت في الندوة الصحفية إنها لجنة غير وطنية، هي لجنة مفروضة من الخارج وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية. تفعيل لذلك هي تم تأسيسها استنادا لاتفاقيات وقوانين مملات من الخارج، وأحنا نشوف دول كما سويسرا وكما غيرها من الدول فيها الأموال التي تدور بكل حرية، واحنا تونس مسحها عديد الاتفاقيات القضائية، وبالتالي من كان قد ارتكب جريمة سواء على أراضينا أو أراضي الغير نستطيع تسليمه للدولة التي تطالب بذلك، وعليه يجب تحرير تجميد الأموال. فنحن اليوم في حاجة إلى أموال تضخ الحياة الاقتصادية، وبالتالي فإن تجميدها لا يعتبر حل بل هو بيت المشكل، وعليه نطالب سيادة الرئيس بإعادة مراجعة هذه اللجنة، وإن تطلب الأمر إلغاؤها وتعويضها بلجنة تتماشى مع المعايير الوطنية وتراعي المصالح الدولية كذلك. لك
ولكن على ما نعلم احنا كمواطنين التوانسة انه قرارات تجميد الاموال تأتي قضائية وبالاستناد الى مجموعة من التهم والادلة ايضا اللي تتوفر في الشخص سواء كان رجل اعمال او سياسي او ما الى ذلك، تقضي بانه قاعد يبيض في الاموال، يقوم بجريمة اقتصادية ما. احنا في هذا صدد، وانا كرجل قانون قبل ان اكون كرجل سياسي، هناك قطب اقتصادي ومالي يبحث في هذه الجرائم، وهناك محاكم منتصبة كما سبق وقلت تصرح بالإدانة او بالبراءة. نحن في انتظار الاحكام، في انتظار الاحكام لا نستطيع ان نجمد جميع الاموال، لانه نعرف نحن اذا كان باش نجمدوا هكا العشر سنوات نتاع الاخوان، حكم الاخوان هي عشر سنوات من الارهاب وتصنف كلها تحت جرائم تبييض الاموال، واحنا نعرفوا اموال فجر ليبيا وين مشيت، دخلت لتونس ثم ذهبت الى تركيا وغيرها من البلدان، وين مشيت؟ وش بها هذه لجنه التحليل الماليه هنا ما لعبش دور، ولا قبل كانت لجنه وتو ماهيش لجنه، لانها لجنه ذات المكيالين، معناتها تصنف أموال حلال وتصنف أموال حرام، وبالتالي وجب إعادة هذه الشرعية إلى المشروعية.